والسيد الروح القدس الروح الامين. هبدأ معاكم النهارده بالتكمله بتاعت الاصحاح رقم 2، وكان في الايات اللي قبل كده وهي بتقول له انا نرجس شارون وانا سوسنه و و و و وامتلأ قلب العروس بالفرح والحب. والكيان لما يتملي بالحب ما بيقدرش يحتمل انه يقعد ساكت، لابد انه يفصح عن هذا الحب. وكمان الكيان لما بيتملي بالحب لابد ان يحتمل تعزيات كتير قوي. قد تكون هذه التعزيات صوت الله ليك وتعاملات الله معاك. تعاملات الله كانت مع دانيال كبيرة قوي، لدرجة ان لما ابتدى يتكلم معاه من وجه دانيال، لما وقف كده وبص ولقى النور وقع وانكفى على وشه ويقول اتسبق بالتراب الطين، ما قدرش يتحمل كم التعزيات الكبيرة قوي. بالظبط زي كده لما لو جه شخص الرب يسوع، اول حاجه هنفكر فيها نعمل ايه؟ هل نقف نبص؟ احنا اول ما بنلاقي الاسقف جاي بنعمل ايه؟ بننزل نعمل ايه؟ مطانية ونقول انا كده وصلت لدرجه ان انا من فرحتي بهذا اللقاء او فرحتي بهذا الشخص ركبي مش قادرة تشلني، فابتديت أنزل خشوعا لهذا الإيه؟ هذا الشخص. ما بالك بالإله. هكذا أيضا العروس جسدها تقول إن هو أصبح مريض، بس مريض بالإيه؟ مريض بالحب. عشان كده قالت اسندوني بأقراص الزبيب إن عاشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا. أنا مريضة حبا، أنا بحب لدرجة إني مش قادرة استوعب الحب بتاعك، الفيض بتاعك، البهاء بتاعك. أنا مش قادرة استوعب ده فوق مقدرتي. حبك ده فيض في حد ذاته. تعزياتك لينا بوجودك على الأرض ده فيض في حد ذاته. تعزياتك بالموعظة على الجبل ده فيض كبير جدا، لدرجة ان في ناس ما قدرتش تتحمل هذا الفيض ودخلت في المسيحية نتيجة متى 6 و7 و8 الموعظة على الجبل. دخلت في قلب الايه؟ المسيحية. ليه؟ فيض من الحب، فيض من التعزيات، فيض من الشفاء. في فيض بينطلق منه عندما كان موجودا على الارض. اتحمل ده ازاي لما تديله الست منحنيه ومش قادره تبص وترفع راسها لفوق لاي اله، لكنها كانت منحنيه دايما ماشيه منحنيه، ويجي وبارك هذا الانحناء. وقفت الست واستقامت هذه السيدة. ده فيض من الشفاء. فيض من الشفاء للذي كان أعمى، مولود أعمى. ده كان مولود أعمى، يعني ملهوش مكان للعيون، لكن خلق له إيه؟ عيون. ده فيض من الشفاء، فيض من الإحسانات بتاعت الله لكل واحد فينا. فيض. استوعب ازاي ده كله؟ لو انت وقفت قدام إله بيعمل ده معاك هتستحمل ده كله ازاي؟ احنا لأن احنا موجودين ومولودين في المسيحية فاحنا مش حاسين بده كويس قوي. لكن لا أنسى واحدة قريبة ليا قوي بتقول لي لما اتحطيت في جرن المعمودية وطلعت أنا حسيت إن أنا إنسانة تانية.
حاجة غريبة حصلت جوايا أنا مش قادر أوصفها. وأصبحت هذه الإنسانة إنسانة جديدة بفعل جرن المحمودية أولاً وإيمانها. فات زي ده حصل في ناس كتير فقدروا يستوعبوا، لكن لأني أنا فيض التعزيات وفيض الإحسان زي ما بتقول الترنيمة في ترنيمة سحابة ذكريات، يعني تفيض أنا مش حاسس بيه قوي لأني أنا مش مولود في المسيحية. لكن الحقيقة بتقول لو تعاملاتك حقيقية وليك حياة زي العروس بتحب العروس العريس قوي تقدر تستوعب الفيض، تقدر تستوعب الفيض. لو انت قريب من المسيح قوي ولازع فيه تقدر تستوعب الفيض، لان في فيض في كل حاجة، فيض في الغفران. غفر لك قد ايه؟ كتير كتير وما زال لسه بيغفر. ده فيض. عارف يعني ايه واحده ست مسكوها بذات الفعل وحطوها قدامه وكل واحد ماسك طوبه وعاوز يحلف ويرجمها ويموتها، يعني بينها وبين الموت مفيش. لكن جابوها لغايه عنده، بصوا كده كلهم، كتب على الارض وبص للست قال لها فين الناس اللي هم جايين يرجموك؟ اما ذلك احد؟ قالت له لا. قال لها وانا كمان لا ادينك. عارف يعني ايه القصه دي؟ احنا القصه ساعات كتير بنسمعها لكن احنا مش مستوعبين الشخصية نفسها قد ايه هي كانت منتعشة بفيض الغفران اللي حصل جواها. هي فعلا كده في فيض غفران، غير فيض الغفران بان اكتر في الغفران بتاع المسيح لكل واحد فينا على الصليب. عارف يعني ايه كنت ميت وفجأة بقيت لك حياة؟ علشان كده العروس هنا قالت أنا مش قادر أستوعب ده كله، اسندوني من فضلكم. يعني إيه اسندوني؟ يعني أنا دايخة، أنا دخت. طيب لما هنسندك هنعمل إيه معاك؟ إيه؟ كان من قيمة 3 أسابيع بالضبط كده كان عندي خدمة في كنيسة اسمها كنيسة ماريلوة في مصر القديمة اللي فيها جسد أبونا مين عبود، حاطين جسد أبونا مين عبود هناك. كان عندي كلمة هناك وأنا رايح هناك، وأنا نزلت من المتر وخارج، وأنا خارج البلاد كعبلت في حتة حديد طالعة صغيرة من الأرض، فابتديت اترنح ودخت تماما خلاص هتخبط في السور. بس لد ايدي كده حد تاني راح مسكني وراح موقفني وانا مش شايف حاجه. وبعدين لما فقت لقيتهم جايبين لي كرسي ما قعدني عليه، واحده راحت مدياني ازازه الميه والتانيه راحت مطلعه لي ملبسايه قالت يمكن يكون السكر عنده ايه واطي، وفعلا كنت تقريبا واطي ساعتها. لكن لقيت حد يعمل ايه؟ يسندني. يبقى مهم قوي السنده دي، مهم قوي السنده دي. فالسنده مهمه للشخص المخشى عليه اللي هو دايخ اللي هو مش قادر. لكن هي راحت قالت اسندوني باكراز الزبيب، انعشوني بالتفاح فاني مريضه حبا. الكلام دوت ما حدش يقدر يفهمه
غير بالمفهوم الرمزي. ليه؟ لأن هل الزبيب والتفاح بيدوا؟ بيدوا أي واحد مجروح بالحب، يعني واحد بيحب قوي أقول له روح خد لك حبة زبيب وحبة تفاح. كلام طبعا مش إيه؟ مش منطقي، لأن ده مش دواء، ده مش دواء. لكن الكلمات هنا كلمات رمزية، علشان أي شخص غير مسيحي يتكلم معاك في هذا السفر ويقول لك بص هذا السفر ده سفر يعني مش مظبوط، بيتكلم عن الحب وعلاقة واحد بواحدة، عاوزك تقول له على طول وترد عليه قول له هات لي آية زي اللي انت بتقول عليها وتكلم معايا فيها. وبص في الآية لوحدها، انت الروح هيرشدك ازاي تتكلم، اكيد هيرشدك، لان الرب بيضع كلمات في داخلك، لانكم لستم انتم المتكلمين بل روح الايه القدس اللي بداخلكم هو اللي بيتكلم بالنيابة عنكم. لكن ايه الكلام ده؟ اسندوني بالزبيب واقراص الايه؟ واقراص الزبيب والعشوه بالتفاح. حاجتين السند عليهم وينعشون ويسندون. اول حاجه الزبيب، وبعد كده الايه؟ التفاح. وهنلاقي في الاثنين دول سندات الهيه، هنلاقي في الاثنين دول سندات الهيه، الهيه لاي شخص. فهنلاقي سندات الهيه سنده بالكلمه بتاعته من خلال الكلام ده، سند بالقدسين بتوعه، هتلاقي سند كمان بالتجسد والدم بتاعه. هيبان الكلام ده ازاي؟ سند بكلمته، دي نمرة واحد. سند بكلمته، دي نمرة واحد. سند بكلمته بايه؟ باقراص الزبيب. اقراص الزبيب دي عبارة عن عنب طعمه حلو، وكلمة الله حلوة، وجدت كلامك كان إيه؟ فأكلته. فكلمة ربنا تدخل جواك تقدر تعمل فيك إيه؟ تقويك، سندة. اسندوني بالكلمة، حد يسندني بالكلمة، لأن الكلمة هتقدر تدي لك قوة جديدة في أحشائك وتقدر تقف على رجلك. فكلمة ربنا تاخدها تدخل جوه، لو أنت ضعيف تقويك، لو في وسط أزمة تسندك. كلمة ربنا تعمل عملية نقاء في الداخل، يبقى فيه سندات بالكلمة، سندة بالكلمة. هل أنا الكلمة بسند عليها؟ بسند بيها؟ كم مرة بيمر عليك في الأسبوع من غير ما تقرأ الكتاب؟ كم مرة؟ هل 3-4 مرات ولا ممكن يعدي الأسبوع من غير ما أقرأ؟ أنت ما استندتش، أنت ما لقيتش سندة، ما لقيتش نقاء في الداخل. ليه؟ لأن هو الكتاب قال كده، أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي إيه موجود فين؟ فيكم. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، أنتم أنقياء. فاليوم اللي ما يكونش فيه كتاب مفتوح اعرف انه ده يوم مش من العمر. ليه؟ انا استثنيت من النقاء سنة،
أنا استثنيت من القوة سنة، أنا استثنيت من التعزيات سنة. عشان كده مهم قوي أنك أنت تكون متأكد تماماً أنك أنت مسنود بالكلمة، مسنود بالكلمة. نمرة 2، مسنود بالقديسين بتوعه. تقول لي انت جبت الكلام ده ازاي بقى؟ اصلي الزبيب عباره عن عين، وتجيب العنب تنشفه في الشمس، وبعد كده تاخده وتحفظه، وطالما اتحفظ يبقى كده انت كان العنب فسد بتعرضه بالايه؟ للشمس، فسد. لكن لما حفظته دخل في مرحله عدم فساد. والقديسين في جسد الفساد. لكن ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انهم انتموا للكنيسه المنتصره فاصبحوا لابسين عدم الفساد. يبقى مهم قوي السند بالايه؟ بالقديسين كمان. يبقى الزبيب هنا مش بالكلمه بس، مش بكلمه ربنا، لكن كمان بالايه؟ يسندني بالايه؟ بالقديسين. يعني الزبيب هنا بيتكلم عن القديسين ايضا. انا عندي سنده بكلمته وسنده بالقديسين، ودي مهمه قوي. سنده بالقديسين لانهم سبقوني، لانهم وصلوا لمرتبه اعلى من المرتبه اللي انا فيها، لانهم عدوا مرحله غير المرحله اللي انا فيها، فدول يقدروا يسندوني. يقدروا يسندوني بمزاجهم؟ لا، ده الله هو اللي بيعمل ايه؟ بيرسلهم، هو اللي بيبعتهم. يا رب انا بتشفع بالقديس حبيبك اللي احبك ومات علشانك انك تبعته لنا النهارده زياره. وتبص تلاقي القديسين كتير قوي بيظهروا الناس. ايه اللي بيحصل؟ بمزاجهم؟ جايين كده بمزاجهم؟ لا، بمين؟ بارساليه من مين؟ من الله، هو اللي بعتهم. فدول بيسندونا كتير، يسندوني لينا سنده غير عاديه. لا انسى اليوم اللي طفى فيه البابا كرولوس الحريقة معايا في قلب البيت. الكلام ده بقاله سنين قبل متر الأنفاق، أول ما متر الأنفاق اتعمل، يعني بقاله سنين كبيرة. وكنت في بيت ماما، وبيتنا كان بسيط على قدنا، وطبعا انتوا كلكم عارفين ده البيت اللي كان بيتعمل فيه أم الغلابة بتعمل فيه الاجتماع عندنا. أنا الشفيع بتاعي هو البابا كرولوس ومريمين. فرحت المترو أرقب علشان أروح الشغل بتاعي، لكن القطر المترو اتعطل، كانت أول مرة يتعطل فيها. رجعت خلاص بقى مش هقدر أروح. رجعت ماما قالت إن أنا هروح السوق وأروح أجيب عيش وأجي. فبتدور على الشوز بتاعها مش لاقياه، فولعت شمعه ونزلت تحت السرير علشان تدور على الايه؟ الشوز بتاعها. الشمعه سرحت، ولعت السرير كله، والناس بره واقفه ومحدش قادر يدخل، وانا كان عليا ان انا اطلع الانبوبه بتاعت البوتاجاز وارمي بره واجيب ميه، وقاعد اقول يا بابا كرولوس يا بابا كرولوس يا بابا كرولوس. فجاه لقيت قدام السرير وانا جايب كده الميه وبدله حد طويل كده عالي وضخم وبيطفي الحريقه وانا بدله. ورحت اجيب ميه تاني
وقال له ماما تجري وتجيب، وفي الآخر الحريقة كأنها لم تكن، انتهت تماما. إزاي أقدر أقول مفيش شفاعة قديسين؟ إزاي لما أشوفه بعيني إزاي أقدر أقول مفيش؟ ده لو كان شيطان، عمر الشيطان ما هيجي يساعدنا أننا نطفي الحريقة، ده يولعها أكتر. وهديت الحريقة، بقول لي ماما هو مين اللي كان جنبك ده؟ قالت لي ده هو، قال لي روحي افتحي التلاجة هتلاقي الجراك المليانة ومية. ده كان شتاء، جراكن ايه؟ حدش بيحط مية في جراكن في الشتاء. راحت لقت الجراكن المليانة كاملة، وراحت جايباها وبتدلق، وهي بتدلق وهو بيعمل بايده على النار كده، انتهت تماما، انتهت تماما. يبقى اصبح النهارده في حاجة اسمها شفاعة ايه؟ قديسين. ما اقدرش اقول لا، ما اقدرش. قد يكون في اخرين بينكروا ان يكون في شفاعة اخرين، بس ازاي انكر دوت وانا شايفه بعيني؟ ازاي؟ صعب. علشان كده النهارده بنقول ده مهم قوي ان انا اتسند بشفاعه القديسين. بصراحه نزلت مره مع ابونا يوحنا كاهن كنيستنا هنا، وكان كنا طالعين، كان مش فاكر كنا فين بالظبط، وطالعين سلالم عاليه، وكان بيقول اسنديني يا ام النور طول، كل ما يطلع سلمه او اتنين يقول اسنديني يا ام النور، اسنديني يا ام النور. فايه المانع ان انا اخد القديسين معايا وانا بتحرك؟ دول سنده ليا، سنده حقيقيه. السنده الثانيه، السنده الثانيه بتدي انعاش. في سنده من أجل السندة، وسندة من أجل الإنعاش. إيه هي السندة من أجل السندة؟ إن الست جابت لي الكرسي وحطته وسندتني وقعدتني. لكن إيه هو الإنعاش؟ الإيه؟ البنبونية اللي إيه؟ اللي اديتها لي وحبة المية اللي شربتها. ده كان الإنعاش. هكذا أيضا التفاح هو ده الإنعاش. انعشوني بالتفاح. انعشوني بالتفاح، ده اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت في شجرة التفاح، وقلنا ان شجرة التفاح دي ترمز الى تجسد الرب يسوع بالايه؟ بالكلمة، تجسده بالكلمة. يبقى التفاح بيرمز الى ايه؟ تجسد السيد المسيح ايه؟ لينا، تجسده واعطاءه الفداء، ومات وايضا اعطاني دمه في سر الايه؟ الافخارستيه. يبقى انا عندي سنده بالجسد، سنده بالدم بتاعه. علشان كده كان بيتاكد علينا الكنيسه وبتاكد علينا الكتاب المقدس ان مهمه قوي فاعليه جسد الرب ودمه في حياتنا، يكون في فاعليه. يعني ما يمرش الأسبوع والتاني والتالت وانت مقطوع عن جسد ودم. خد بالك ان ده بيدي فيك دبة حياة جديدة كل مرة. بس عاوز اقول لك مع دبة الحياة الجديدة من غير التفاعل الحقيقي معاه كأنك ما عملتش اي حاجة. تيجي كورونا الناس بتجرح كنيسة عايزة تتناول، ما كانتش بتتناول قبل كده، ليه؟ خايفة تموت وهي مش متناولة. طب وبعدين؟ هو أنت أرضيت الله في حياتك؟ هو بالجسد والدم بس؟ أمال فين فعاليات الجسد والدم في حياتك؟ فين؟ فين الحياة الحقيقية والتفاعل مع المسيح بدمه وجسده؟ فين؟ فين التفاعل الحقيقي؟ فين؟ يبقى في سندات إلهية بإيه؟ بكلمته. سندة بإيه؟ بالسامع، بقدسينه. سندة بالإيه؟ بالجسد والدم. دي سندات إلهية ليك موجودة بالفعل. عايز تنتمي لهذه السندات وتتقوى، قرب وخد. ها أنا واحد.
اللي عايز يجي عندي كل شيء عندي ببلاش، انت ما بتدفعش حاجه، انا بديك كل حاجه ببلاش. هو في حاجه ببلاش؟ اه، هو دمه مجاني، التبرير بالدم ده مجاني، انت خدت مجاني. فانت كل اللي عليك انك تعمل ايه؟ قرب، قرب وخد، ما تقعدش ساكت، قرب وتفاعل، قرب وتفاعل. علشان كده العروس راحت قايله بعد كده كلمات رائعه جدا، قالت ايه؟ شماله تحت راسي ويمينه تعمل ايه؟ تعانقني. اظبط. بص يا عم، الحب اللي في الكتاب المقدس بتاعهم، بص الكلمات اللي تقول لك شماله بالاحضان والكلام دوت، ادي يا عم الكتاب المقدس بتاعهم، ده كلام ربنا. يا عم ده انت مش فاهم، ده انت مش واعي، ده لما عينك تتفتح وتشوف النور بتشوف مناظر الهيه اكتر من المولود في المسيحيه، بس تفتح. احنا بنقول شماله ويمينه، والكلمتين دول في اللغه العربيه كنا بنعمل كده في ان احنا نقول دول، ده تضاد يقوي المعنى ويوضحه، تضاد بس بيقوي المعنى ويوضحه. طيب يعني هو ليه رموز؟ اه طبعا. فالشمال رمز الايه؟ الضعف. واليمين رمز القوه، يعني في ضعفه يعمل، يقدر يسند. شماله تحت راسي يقدر يسندني. وش معنى حط شماله تحت ايه؟ تحت راسي، يعني سند ايه؟ راسي. ومن هنا جت حته انك انت لما بتيجي تنام تحط راسك على الايه؟ على المخده. انت تقدر تنام من غير مخده؟ لا. ليه؟ الدم يغبط على طول فوق، هي بعدها ساعه تلاقي نفسك قوم ودماغك مسطحه. لكن جريان الدم بيتم لما بتكون الراس ايه؟ مرتفع. ايش معنى الراس؟ اصل الراس دي بتاعت الافكار. لما هو يسند راسي يعني يقدر يحميني من ضعف الافكار اللي ممكن تجيلي. في افكار ممكن تجيلي كتير وتهجم على راسي. علشان كده قال شماله تحت راسي. بس كده انا نقدر في حاجه تاني. يعني ايه شماله تحت راسي؟ لما ياخدني هو بشماله هبقى جنب ايه؟ جنب قلبي. يعني عاوز يقول لي كده، انت قريب مني قوي مش بعيد عني. انا حاطط شمالي تحت راسك علشان اقول لك انت قريب مني قوي، وكمان انا ايدي تحت راسك علشان احميك من الافكار اللي ممكن تهجم عليك في وقت من الاوقات التجربه. لان كل واحد فينا احيانا بتبقى فيه افكار بتغزوه، الشيطان ما بيسكتش، بيجيلك بأفكار كتير ويصحيك من نص الليل. قل له يا رب شمالك يا رب تحت رأسي. لما تجيلك الأفكار وتهجم عليك بقوة اطلب الرب وقل له كده شمالك تحت ايه؟ تحت رأسي. أنا بلتجي بيك إنك تمسك بأفكاري، امسك بأفكاري واديني قوة، اديني من روحك، اديني من روحك. يمينك تعمل ايه؟ تعانقني، يعني تضمني بقوه، يعني روحك يمتلكني.
شماله تحت رأسي، يمينه ايه؟ تعانقني. راحت قايلاني كده بعديها، احلفكن يا بنات اورشليم، يعني اترجاكم يا بنات اورشليم بالظباء وبأيائل الحقول، الا تيقظن الايه؟ الحبيب حتى يشب. ده لو كان كلام غزل، ده لو كان كلام حب بين واحد وواحدة، هل هيبقى ده كلام منطقي؟ ده كلام منطقي؟ ده كلام منطقي تاني؟ صعب جدا. ليه؟ لأن إزاي واحدة تطلب من الصديقات بتاعتها إنها تروح تصحح حبيبها؟ طب ما هي اللي تروح، إزاي تطلب من أصحابها؟ يبقى أصبح إن الكلام ده غير إيه؟ منطقي. هو ده عمل الأصدقاء ولا عملها هي؟ عملها هي. فطالما هي بتطلب أصدقاء يبقى الكلام ده غير منطقي، يبقى الكلام دوت مش كلام ينطبق على الحب الجسداني اللي انت متصوره يا صاحبي. امال ايه الكلام ده؟ لكن ده صوره مهمه قوي انك تعرفها، دي صوره للكنيسه، الام اللي بتطلب من بناتها، اللي بتطلب من اولادها انهم يكونوا قريبين من حضن الحبيب. علشان كده هي بتترجاهم بالايه؟ بالظباء وبأيائل الحق. الظباء وأيائل الحق مهم الغزلان. غزل الغزال الذكر والغزال الانثى. دول الظباء وأيائل الحقول. ودول بيرمزوا للحب. يعني ياللي بتحبه، الكنيسة بتقول لأولادها لبناتها، ياللي بتحبه أحلفكن إنكم أنتم تكونوا قريبين وتطلبوا الأحضان الأبوية، ما تزعجوش الحبيب وتصحوه، لأن ارتكابك أيتها النفس البشرية، الكنيسة بتقول لكل الناس كده، ارتكابك أيتها النفس البشرية للشر أو الخطية ده إزعاج للرب جوانا. يلي شايل جواك الرب يسوع إزعاج ليه، لأنك أنت بتنقذه من نومه باللي أنت خايف ومرعوب بإيه؟ إنك بترتكب الشر. مش هم صحوه في قلب السفينة، دول كانوا معاه قريبين منه، ودخل السفينة ونام وهاجت الريح، خافوا وترعبوا، راحوا صحوه بسبب الايه؟ الخوف والرعب. انت بازعاجك للرب يسوع بفعل الشر وعمل الخطيه، كانك انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتقول له قوم انا بصحيك، عشان انا كده خلاص مش قادر. فهنا الكنيسه بتقول اولادها خدوا بالكم، يلي قريبين منه اوعوا تغضبوه بالشر اللي انت ممكن تعمله. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.